ديش دقيقة أكيد أغلبية التلامذة دخلوا لقرايتهم، ربي يحفظهم ويحميهم، حطوا في طبليتهم كم شحب، حطوا في الكتاب لولاني، في المكتوب لولاني حفنة أمل، برشا محبة لتونس وبرشا زيدة طموح للنجاح. إن شاء الله كل خطوة من خطواتكم كبار وصغار تكون فيها برشا نجاح وبرشا تميز. الآن جاي وقت ضيف الماتينال ومش نتحدثوا الآن صحة، لأنه مع ضيفنا مش نركزوا على الأمراض الموسمية، بما أنه كتبرت الدنيا ويبدأ يتبدل الطقس ويقرب الخريف، نوليو نخافوا من نزلات البرد، من نزلة الموسمية، من الأمراض التنفسية، خاصة بالنسبة للأطفال. هذا مش يكون موضوعنا في فقرة ضيف الماتينال. ضيف الماتينال، ضيفنا اليوم هو الدكتور حكيم الغرد، هو منسق البرنامج الوطني للوقاية ومكافحة النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة. صباح النور. صباح الخير. نهارك أسعد الأيام. مرحبا، شكرا لك انت على قبول دعوتنا. ديما في الفتره هذه من العام نرجعوا مش تحطوا على برنامج كامل، تحطوا الوزاره، تحطوا الدوله مش تحمي مواطنيها من مختلف الامراض اللي تتزامن مع فصل الشتاء، وخاصه بعد اللي عشنا الكورونا عاشها العالم اجمع، ولينا نخافوا اكثر وقت اللي يتبدل الطقس، لانه نربطوا ديما بكل فاريونت اللي قعدنا نحكيوا عليهم. معك انت باش ناخذوا فكره على البرنامج الوطني هذايا للوقايه ولمكافحه النزله الموسميه والامراض التنفسيه الحادة. نشكرك. البرنامج الوطني للوقاية ومقاومة النزلة الموسمية أو الأمراض التنفسية الحادة هو برنامج فيه عديد الأجزاء. فيه جزء الأول هو الترصد، عندنا مراكز ترصد اللي هي مراكز استشفائية، وعندنا بالأخص مراكز نتاع صحة، نتاع مراكز الرعاية الصحية الأساسية. قد ايه من مركز ترصد؟ عندنا حاليا 79 مركز تاع الرعاية الصحية الأساسية اللي هما في المستوصفات، تسير فيهم عملية أخذ العينات مع مراقبة نسب العوارض نتاع النزلة الموسمية بالمقارنة مع معناها العيادات الكاملة. وفما مراكز استشفائية اللي هما نسبة حاليا 11 وباش يزيدوا بقوة ربي، اللي تصير فيهم اللي هما أقسام أمراض صدرية وعندنا أقسام إنعاش وأقسام أمراض المعدية ومع أقسام طب الأطفال. هذوما تصير فيهم مراقبة الحالات الكل اللي يدخلوا لهم يعني عندهم أمراض تنفسية حادة، وذلك تصير أخذ عينات من عندهم من عند المرضى ويتم تحليلهم في المركز الوطني اللي هو موجود في مخبر شرنيكول. النزلة الموسمية مثلا، هل أنه تبدلت على امتداد السنوات، تغيرت السيمبتوم تاعها، لاحظتوا معناها؟ النزلة الموسمية هو احنا على العكس ما يتخيلوا العباد، هي مجموعة من الفيروسات. معناها الفيروسات هذوما فما الجريب A وفما الجريب B، وكل وفي الجريب A فما زوز معناها فيروسات، الجريب H1N1 والجريب H3N2 يمثلوا خطورة أكثر فيروسات يمثلوا خطورة بالنسبة للعبد. وفما في الجريب B فما دو سولينياج نعطولهم، فما فيكتوريا وياماغاتا. هذاك علاش في التلقيح الموجود نلقاو تلقيح رباعي التكافؤ. الفيروسات هذوما كل عام يتبدلوا، هذيك علاش المناعه ما تدومش، معناها هذيك علاش التلقيح معناها يصلح كان للموسم فقط، هذيك علاش هما مجبورين باش نعاودوا التلقيح. كل 5 سنين يتبدلوا اكثر، هذيك علاش كل 5 سنين جينا موسم نزله موسميه اقوى من العاده، وكل 10 سنين تجينا البانديمي معناها جائحه كبيره. الفيروسات الجريب فما وسائل ندافعوا بهم، لكن أهمهم هو التلقيح، لكن نجم نحكيوا بعد على الوسائل. بيهتنا بدأوا بالتلقيح نحن، وقتاش يلزم الإنسان يلقح؟ هل أنه جبنا التلقيح اللازمة؟ سعرها مش يقعد كما هو ولا مش ينخفض؟ لأنه كل عام فما إشارة لأنه السعر غالي شوية على التونسي، ففما شكون يقول لك فك عليا قديش نحن خمسة في العيلة مش يتكلف لي معناها؟
هو صحيح، لكن التلقيح باللي يكون غالي اقل من عياده عند طبيب مختص، اقل من الدويات اللي تشريو، وهذايا في احسن الحالات، خاطر في الحالات اللي تتعكر العبد ينجم يوصل للنعاش وتولي معناها حسابات اخرى. حتى على ايام العمل اللي يضيعهم المريض يكلف اكثر برشا من التلقيح. لكن التلقيح السنه زاد باش نسجلوا انخفاض في السعر. بشرة هذه معناها باش يجي في ما بين 33 و 36 دينار، لكن السعر تتحدى الصيدليه المركزيه في الابان. من فوق معناها الحمله تاع التلقيح باش تبدا نهار 17 اكتوبر، وهذيك على خاطر الذروه عاده تاع النزله الموسميه تصير ما بين شهر جون في شهر فيفري. لازم العبد لازمنا نغطيو الموسم كامل تاع النزله الموسميه. اما ساعات تقدم مثلا كيما عام 2023 قدم عام سنه موسم 22 23، صحيح قدمت لكن بالطبيعه ما جاتش قبل بدايه حمله التلقيح، معناها جات في وقتها في الذروه جات في ديسمبر. قدمت بستة اسابيع، لكن احنا ديما نراقبوا وديما نعلموا في الابان كيف ما اي حاجه تخص النزله الموسميه. باهي، قلنا اول حاجه تلقيح والبشره انه السنه مش ينخفض السعر نتاعو وتنطلق الحمله نتاع التلقيح نهار 17 اكتوبر. فما وسائل اخرى للوقايه؟ هي الوسائل هي موجوده اللي استعملناها وقت الكوفيد، اللي هي معناها تنظيف اليدين. راهو اي واحد مريض يحط كمامه او معناها او قناع باش ينقص العدوى الاخرين. عندنا وسائل تاع التهوئه نتاع الغرفه اللي احنا فيها، وعلاش يكثروا في فصل الشتاء؟ على خاطر احنا التونسي يحمي روحه في السخانه ويسكر النوافذ والبيبان، دونك التهويه تنقص وباللي فما اكتظاظ في الغرفه. لازمنا مثلا نهويو بين 5 و10 دقائق كل ساعه، ولا نهويو على الاقل ساعه في النهار كل يوم. فما بالطبيعة العبد وقت اللي عنده سعال ولا يعطس ولا يكح، يعطس ولا يكح، لازم معناها ماذا بينا ينخذ في مشوار بابي ويحطها في بوبيت تسكر بالاخطاء، ولا كان اي حاله اخرى تصير معناها يعطس ولا يكح في المنكب نتاعو، راهي تنقص برشا في العدوى. عندك بالاخص العباد المرضى معناها ما نبوسوهمش ما نعنقوهمش، لان على خاطر هذيك هي وسيله العدوى. راهي القريب تتعدى في الهواء، لكن تتعدى حتى باللمس ولا حتى باللي سيرفاس، ماذا بينا ننظفوا لي سيرفاس ولا نقصوا برشا اليدين. خاصه اليدين هو على الاقل 30 ثانيه بالماء والصابون ولا بالمستخلصات المائيه الكحوليه. نحافظوا على الاجراءات وهذيك السلوكيات اللي التزمنا بها في الفتره نتاع الكوفيد، هذيك تنطبق في كل موسم شتوي، موسم النزلات الموسميه. نجيو توا للامراض التنفسيه الحاده. نجمو نعرجوا على العباد اللي يلزمهم التلقيح. التلقيح راهو يخص بالاخص المسنين اكثر من 65 سنه. اي عباد عندهم امراض مزمنه بالاخص القلب، لما أمراض الصدرية، بالأخص اللي عندهم ضيق النفس، خاصة مرض الربو معناها الفدة. العباد عندهم قصور كلى أو قصور في الكبد، العباد اللي عندهم نقص في المناعة، برشا أمراض تتسبب فيها ولا أدوية تتسبب فيها. العباد اللي عندهم مرض السمنة، بالأخص النساء الحوامل، المرأة الحامل عندها نقص في المناعة، هي عرضة لأكثر التعكرات من غيرها. وعندنا الصغار ما بين 6 أشهر و5 سنين بالأخص اللي عندهم أمراض مزمنة. أنت ختمت بالصغار، نجيو للصغار اللي أصغر من السن هذيك اللي هما لي بيبي والصغار بالكل في العمر، واللي زاد حضرتونا مؤخرا من خلال بلاغ خرج على وزارة الصحة من الأمراض التنفسية الحادة للأطفال. التهابات القصيبات الحادة اللي هي نعرفوها باسم البرونكيوليت في تونس، هي منجرة خاصة من فيروس المخلوي التنفسي اللي هو الفيروس ريسبيراتوار سينسيسيال، ماذا بينا عطولو في ار اس ولا ار اس في باش نسهلوا علينا التسمية. يخص بالأخص الرضع اللي أقل من سنة. والحالات الخطيرة تصير بالأخص الرضع اللي أقل من 6 أشهر، بالأخص هما الأغلبية الممسوسين. تبدأ مرض فيروس معدي أكثر حتى من فيروس النزلة الموسمية، لكن هذا مش معناه الخطورة متاعه أكثر، ينجم يتأدي في الحالات القصوى إلى حتى حالة وفاة. العدوى تصير خاصة من عند الأخوات اللي أكبر شوية ولا حتى من عند الأولياء، على خاطر تبدا من الاول، من اول جهاز تنفسي من الانف، هو انسداد ولا سيلان الانف
بعدك شي زيد يهبط شويه معناها معناها في الحلق، بعدك شي يعطينا نوع تاع سعال. لكن في الحالات الخطيره تولي عندنا ضيق تنفس، والعلامات اللي نفيقوا بهم تاع ضيق التنفس هو وانه الصغير يولي ما عادش يقص على الرضاعه نتاعو، ما عادش يكمل البيبرون اللي كان يكمله، ولا ما عادش يرضع كما العاده عند الاولياء عند امه، واللي عنده يلهج معناها يولي يتنفس بسرعه اكثر، يلهج نقولوا نحن بالعربيه معناها، وبالاخص في الحالات الخطره اكثر يولي على اعصابه مع شرقد. الولي ايش يلزمو يعمل، الام ولا الاب او الخطوه؟ يزرق في الحالات الكبار برشا الخطيرين برشا الزروقيه اللي هو النقص تاع الاكسجين في الدم. شنو اللي الولي يعمل؟ يهز صغيره للمراكز الرعايه الصحه الاساسيه او الاقسام نتاع طب الاطفال. ماذا بكم نهربوا من الاشتداد والاكتظاظ في الاقسام الاستعجاليه، خاطر كما قلنا فيروس معدي برشا، معناها ماذا بينا ما نكثروش في العدوى. ولا الوسائل معناها الوقائيه هي نفس الوسائل، خاصه اليدين بالاخص، معناها خاصه اليدين قبل ومن بعد استعمال الحافظات، معناها وقت الام تركب الحافظات للصغير. ماذا بينا نهربوا من استبدال اللعب وتنظيفهم، استبدال اي ادوات. كان الام مريضه عندها معناها بدات تستنزل تستعمل القناع، كان الوالد ما كيف كيف ما يستعمل القناع، ما نبوسوش الصغار ما نعرقوهمش، ولي ماذا بينا نهربوا من التدخين السلبي. وفما برشا وسائل نستعملوهم بطريقه غلطه اللي هم المضادات الحيويه في معناها في الالتهاب القصبي الحاد. الحالات العاديه المضادات الحيويه ما عندها حتى فاعليه، الانتيبيوتيك معناها من غير ما ناخذوه. وفما البخاخات معناها النيبوليزاسيون اللي الاولياء معناها يقاو صدر الولد الزفر ولا حاجه يقول لك لا لازم الاكسجين، لا مش لازم الاكسجين، هو تنظيف الانف بالفيزيول. باهي بالله سؤال، خاطر نمشيو ديما لك نغلف كما كانت تعمل الجده والجد، نغلف بالزيت المسخن شويه، نغلف بعض الحشيش، هالغلفين هذيا عنده تاثير ايجابي؟ فما شكون يغلي الكليل والزعتر في الدار مش شكل لبيخ هذيك يعاون الكليل والزعتر؟ حتى اللافوند عندها برشا مع تنجم تكون عندها تاثير ايجابي، لكن اهم حاجه اللي احنا في تونس نعمل بالعكس، هو ما لازمش نسخنوا الصغير اكثر من اللازم، لازم الحراره بتاع الغرفه تكون بين 19 و20 درجه، ما لازمش تكون طالعه برشا، ما لازمش الصغير لابس اكثر من اللازم، باش نجم السخانه هي وسيله دفاع اللي استعملها للبدن تنجم تخرج، ما كانش تقعدش المركز عند الصغير. باهي، من بين تفاعلات مستمعينا مدام عربي تسال، العلاج نتاع حساسيه الانف خاصه بعد انخفاض درجات الحراره اللي هي تتحير زاده من الامراض الموسميه الحساسيه اللي تتحير، مش ننصحوها؟ الحساسيه فما برشا انواع تاع حساسيه، معناها فما اختصاصيين في الحساسيه يعملوا دي تيست تاع حساسيه معناها ويعطيوها، كان تعرف هي نوع الحساسيه نتاعها، حساسيه الانف هي كتبت، حساسيه الانف هي الغينيت اليرجيك، عندها تنجم تكون اسباب برشا. انت ونوع الماده اللي تعمل حساسيه، الادويات من تنظيف الانف حتى استعمال ادويه معناها محليه معناها توبيك لوكال ولا كوتيكو ثيرابي لوكال، ولا فما ادويه ضد الحساسيه. ونجم نوصلوا حتى ادويه تقويم دي سنسيبيزاسيون، هذاك علاش لازم اختصاصي في الحساسيه. مادام جبدنا على الحساسيه، التلقيح ضد الجريب ينفع الناس اللي عندهم حساسيه لازم يعملوه؟ انا قلت وقلت لك بالاخص العباد اللي عندهم الربو معناها لازم، هي اكبر نوع تاع حساسيه في الجهاز التنفسي هما اول عباد لازم يعملوه. البرنامج الوطني للوقايه من ومكافحه النزله الموسميه والامراض التنفسيه الحاده يمتد طيله الموسم هذا ولا على امتداد السنه ولا؟ هو على امتداد السنه بالاخص في الاقسام الاستشفائية، وعلى والموسم نتاع النزلة يبدا من بداية اكتوبر، معناها المراقبة في المستوصفات معناها في المراكز الرعاية الصحية الأساسية ما يبدا من اكتوبر حتى آخر افريل. واضح، شكرا جزيلا ليك، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات، إن شاء الله صحة دائمة لكم الكل. كان دكتور حكيم الغرد منسق البرنامج الوطني للوقاية ومكافحة النزلة الموسمية والأمراض التنفسية الحادة ضيفنا اليوم في ضيف الماتينال، يومك سعيد. شكرا شكرا لك.